يعطيكم العافية. موضوع جديد عن التوث بيست. طبعا التوث بيست من المواد اللي يوميا نتعرض لها، ومهمة جدا من ناحية أول إشي صحية، وثانيا من ناحية جمالية. كل الناس بتحب إنه يكون أسنانها نظيفة، أسنانها ناصعة، ما فيش فيها أي دبرز أو بليك. دبرز اللي هي بقايا سواء جلد ميت أو أكل. نفس الشيء البليك اللي هي المادة اللي زي نوعا ما لزجة بتكون على الأسنان، خاصة أول ما نصحى من النوم أو إذا قعدنا فترة طويلة أكلنا وما نظفنا أسناننا، بتلاقي هاي المادة تتراكم على الأسنان. وهاي هي المادة اللي بيحذر منها كل أطباء الأسنان، لأنها تعني طبعا طالما أنا أكلت والأكل يحتوي على نيوترينتس من سكريات وغيره، وطبعا مع دفء الجسم أو دفء المنطقة حوالين الأسنان ووجود الماء أكيد، بيجعل هذا البيئة خصبة لنمو البكتيريا في هاي المنطقة، لأنها بتتغذى على السكريات الباقية من بواقي الأكل والموجودة بين الأسنان وعلى اللثة، وبنفس الوقت موجود في ماء. عشان هيك بتلاقي إنه هاي المادة بتكثر لما بنقعد فترة طويلة مش مفرشين أسناننا. بتلاقي معظم أطباء الأسنان الآن يعني بينصحوا إنه بعد ما ناكل نفرش أسناننا ونقوم بفلوسينج. الفلوسينج اللي هو استخدام خيط الأسنان عشان نعمل فلوس بين الأسنان، فلا يبقى ولا شيء متراكم. لأنه كتير من الناس خاصة الأطفال ويعني في مرحلة ما بعد 40 بتلاقي معظم أسنانهم بتسوس بين السنين نتيجة تراكم هذا الأكل. فعشان هيك يعني أحد الأشياء الضرورية إنه إحنا نعمل فلوسينج بعد كل وجبة. طبعا كمان شغلة ينصح فيها إنه ما يكون فيه سناك، يعني وجبة أولى تانية ثالثة ما فيش سناك بالنص، عشان ما نضطرش نقعد إنه إذا أكلنا سناك أكيد مش راح نفرش أسناننا بعده. فعشان تضل الأسنان free of ديبرز وبليك فترة منيحة، بالتالي نحافظ على هايجيني كويس. طبعا أي واحد فينا بيحب يستخدم التوث بيست في له خصائص معينة، وكل ناس لها يعني. في ناس بتحب مثلا توث بيست ب مثلا خصائص علاجية أكثر، توث بيست بخصائص تنظيفية أكثر، يعني يكون له خواص تنظيف أكثر، يعني يعطي ناس نصاعة أو يعني يعطي أسنان ناصعة أو نظيفة أكثر. بعض الناس سموكرز، بعض الناس عندهم أصلا تبقعات أو تصبغات على الأسنان، خاصة مع مثلا نشرب قهوة، بنشرب مثلا قرفة، هاي الشغلات اللي هي أصلا يعني بتكون مليانة أصباغ وتصبغ الأسنان. طيب إذن في عنا لازم يكون في عنا أي توث بيست نستخدمه في خصائص معينة. أول شيء it should be capable of cleaning the teeth adequately by removing food debris, blake and stains، يعني يكون فعال في إزالة المواد اللي تتعلق على الأسنان من مواد صبغات، من بليك ومن دبرز. Leave a pleasant, cool and refreshing sensation in the mouth. وهذه بجزء أكثر نقطة مهمة، لأنه بعض الناس يقول لك لا أنا ما بستخدم معجون الأسنان لأنه بيحرقني، لأنه بيضايقني الأفتر تيست، الطعم اللي بيترك لي إياه سيء، ما بحبه، فبالتالي ممكن أنهم يتركوا عادة تنظيف الأسنان. فبعض الناس مثلا بتحبه بالنعناع، بعض الناس بالقرنفل، بعض الناس يقول لك لا أنا بحب مثلا خاصة الأطفال مثلا نكهة زي الفراولة، زي الأناناس، المانجا، هاي الأشياء. ففي موجود أوبشنز كتيرة. هارملس، وهذا مهم جدا، يعني أنا مش معقول أستخدم معجون أسنان يسبب لي لا سمح الله كانسر في الأسنان في الفم أو في البلعوم، أو مثلا يكون توكسيك أو إريتانت يعمل لي تهيج في اللثة. طبعا بعض الناس مثلا بيكون عندهم لثة ضعيفة بتنزف بكثرة،
وبتلاقيها حتى لونها مش لون وردي يعني. هدول مفروض يستخدموا سبيشال فورميلا، بيكون لهم فورميلا معينة بيكون فيها المواد الكاشطة والمواد اللي هم الابريسيفز وبعض المواد اللي ممكن تعمل إريتيشن بكميات قليلة بدوز قليلة، بحيث إنه يراعي المشكلة اللي عنده في اللثة. طبعا أي حدا بتنزف لثته هي لثة غير صحية، مفروض إنه يفتش فورا على السبب في إنه بتنزف اللثة. وأهم شيء في حالة نزيف اللثة هو إنه نأخذ فيتامين، لأنه بيدعم المناعة وبيرفع وبيجدد الخلايا أكيد، فبالتالي يعني نساهم في حل المشكلة. وطبعا إذا ما انحلت خلال مثلا أسبوعين إلى شهر مفروض أنه يتم مراجعة الطبيب لمعرفة السبب. أوكي، إذا no irritation non toxic و harmless للبكال كافيتي. able to maintain its flow properties all through its commercial period of storage، يعني مش معقول أنا أستخدم معجون أسنان اليوم وبكرة وبعده وبعديها يصير ناشف ومش قادرة أطلعه من العبوة تبعته. كلنا بنعرف أنه التيوب of toothpastes عادة بيكون كولابسبل، يعني يمكن ضغطه وبالتالي أني أنا أخرج المادة اللي موجودة فيه. لكن إذا استخدمته ولقيته ناشف أو لقيته صعب أني أنا أحصل عليه، هذا رح يخليني أبعد عنه وأستبدله بشيء تاني. Easy to pack and easy to use برضو. The abrasive character of the dentifrice should be under the limits of the standards and should not be harsh on the enamel and the dentine. يعني الابريسيفز اللي هم المواد الكاشطة اللي هم المكون الأساسي لمعجون الأسنان، وهاي المواد هي التي تكشط الأسنان وبالتالي تتخلص من البقايا اللي حكينا عنها والتصبغات. المفروض هاي المواد صحيح ابريسيفز يعني كاشطة، لكنها مش تخرب لي اللثة تبعتي ومش كمان يعني تساهم في التخلص من طبقة الإنامل أو اللي هي العاج تبعت الأسنان، وإلا رح يصير الأسنان تلمع على كل شيء مع الهواء مع البارد مع السخن، فهون رح تعمل لي مشكلة. كمان الكميات اللي موجودة من الأبريسيفز ومن أي مواد محطوطة في التوثبيست المفروض إنها تكون within standards. يعني مثلا في عنا الفلورايد، مادة الفلورايد معروف إنها تستخدم في معجون الأسنان وهي مهمة جدا عشان منع تسوس الأسنان. إذا زادت عن نسبة معينة هي نفسها تؤدي إلى تبقع الأسنان، فنسبة الفلورايد في معجون الأسنان لازم تكون within standard limits. Assessment of any claims should be certified based on properly conducted clinical trials. يعني المفروض إنه يكون في عنا مصداقية في أي شيء يكتب على التوثبيست إنه بيعمل كذا أو بيعملش كذا، بناء على دراسات تم القيام بها ونشر نتائجها. مش هيك أي واحد جاي عباله يكتب له كلمة معناته والله يعني بيقدر يكتبها على معجون الأسنان. المفروض إنه لا يتم كتابة أي شيء لم يتم التثبت من صحته. Most of it should be economical to purchase، يعني هذا إشي تجاري وتسويقي. في حال إنه كان المعجون الأسنان مش أفوردبل لمعظم الناس ما حدش رح يشتري، يعني إذا أنا ما بقدر على سعره والكمية اللي تستخدم منه خلال مثلا شهر كمية بدي أقول السعر بالنسبة للكمية غالي، هذا إشي بيخلي معظم الناس تبعد عنه وبالتالي لا يتم استخدامه. فالمفروض أن يكون في عندي موازنة بين السعر والكمية. طيب main ingredients في التوثبيست للcleansing action، في عنا polishing agents وabrasives وفي عنا foaming agents. من المواد هاي في عنا precipitated calcium carbonate، هذا أكيد abrasive، phosphates of calcium، dental grade graded silica، polymers of silica، برضو هاي من المواد اللي كاشطة، trihydrated alumina برضو، sodium lauryl sulfate، هذا عبارة عن foaming agent،
وصوديوم لاورال ساركوسينيت برضو فورمينج ايجنت اللي هم عبارة عن السيرفاكتانتس. طيب ايجنتس ريسبونسبل فور فورميشن اوف توث بيستس، في عندنا هيمكتانتس اللي هي المواد التي تحافظ على الرطوبة وبالتالي يسهل استخدام التوث بيست. طبعا من الأشياء الأساسية دائما لما أستخدم التوث بيست إني أنا مجرد ما خلصت أسكره، ما بصير أترك التوث بيست مفتوح أبدا لأنه أكيد رح أرجع على ناشف. فالتوث بيست من الـ بدي أقول العادات اللي لازم أنا أكونها إني أنا مجرد ما استخدمته فورا أسكره. طبعا بعد استخدام الفرشاية يجب تنظيفها بشكل جيد، وحتى لما أرجع أستخدمها مرة تانية المفروض أني أنا على الأقل أغسلها مرة أو مرتين بالماء، لأنه بتخاف أنه يكون في مثلا نمو لبكتيريا أو أي شيء عليها مجرد ما أنا تركتها من المرة الماضية إلى هاي المرة. بعض الناس ممكن أنها تغسل فراشي الأسنان بمثلا كربونة أو مثلا تغسلها بمي سخنة، وهذا من الممارسات الكويسة حتى أحافظ على الهايجين تبع أسناني، ما أرجعش مثلا يكون مثلا تركت الفرشاية مثلا مبلولة من المرة الماضية خاصة في الصيف ورجعت ألاقي من غير ما أدري رح يكون عليها مثلا بكتيريا أو غيره، فبالتالي هذا من الأشياء اللي بتخلص منها إذا عرضتها لمي سخنة وغسلتها قبل ما أستخدمها. طيب جيلينج ايجنتس وبايندينج ايجنتس اكيد، لانه احنا بنشوف اغلب الاشكال تبعت معجون الاسنان او اغلب شكل موجود اللي هو الجل او البيست، ف كمان ممكن يكون في باودر، ففي اشكال كثيره، لكن الجيلينج ايجنتس اللي هم المواد اللي بتعمل لزوجه او بتعطي لزوجه للفورمولا، مثلا في عندنا سوربيتول، جليسرين، بروبيلين جلايكول، هدول هيومكتانتس، صوديوم كربوكسي مثل سليلوز اللي هو جيلينج ايجنت، وسليلوز ايثرز، هدول مواد السليلوز معروف عنه انه هو عباره عن سكر وبالتالي السكريات بتحب المي ولها خاصيه انها بتنفش او بلاش تنفش يعني بيزيد حجمها وبتعمل زي جل في وجود الماء، فهاي اللي هم الصوديوم كربوكسي مثل سليلوز أو السليلوز in general. طيب agents responsible for palatability، palatability اللي هي تقبل الطعم يعني أن يكون مقبول ومستساغ، وكمان منهم sweetening agents والflavoring agents. sweetening اللي هو يعطي طعم حلو، وأغلب sweeteners اللي هم بيكونوا عبارة عن سكريات كحولية زي مثلا السوربيتول مثلا، مالتيتول، هاي المواد اللي بيستخدموها كمحليات وهي اصلا سكريات مختزله الى كحولات. وفليفرنج ايجنتس اللي هي بتعطي الرائحه او هيك يعني نكهه مستساغه ومقبوله، مثلا صوديوم سكرين هذا محلي، كلوروفورم، طبعا كلوروفورم بيكون بنسبه معينه مقبوله وغالبا هو بريزرفاتيف، سينامون بارك اللي هو النعنع، وسبيرمنت سوري سينامون القرفة، السبيرمنت هو النعنع، ميسلينيوس ايجنتس يعني متفرقات زي كالرينج ايجنتس، اكيد في كالر، بعض المعاجين الاسنان اللون تبعها بيبقى مميز مثلا احمر اورانج بنفسجي الوان في بعض، وايتنينج ايجنتس مواد مبيضه، طبعا اكيد احنا بدنا مواد مبيضه، اغلب الناس بتحب انه يكون اسنانها بيضه، لكن مش بيضه لدرجه اني انا والله اخرب العاج تبع الاسنان، يعني اغلب الوايتنينج ايجنتس تشتغل على انه بتضعف نوعا ما طبقه العاج تبعت الاسنان، فبالتالي انا بخاف على الاسنان من انه تصير حساسه لأقل المواد أو لأقل الظروف المحيطة. طبعاً preservatives و therapeutic agents. therapeutic agents مثلاً يتم إضافة مثلاً hyaluronic acid، يتم إضافة كولاجين، يتم إضافة مثلاً antiseptic زي مثلاً الكلوريكسيدين مثلاً، ممكن برضو استرينجنتس
اللي هي المواد القابضة اللي هي تعمل على مثلا منع أي نزيف موجود أو ممكن حدوثه. فهذول بنسميهم therapeutic agents. Toothpaste is essential to taking care of your teeth and gums. Hopefully you're using it every morning and at night. But do you know what's in your toothpaste and why? The most important active ingredient in your toothpaste is fluoride. All toothpaste with the ADA seal contain fluoride to strengthen tooth enamel and fight decay. There's three types of fluoride commonly used, and they're all effective. You can also find a variety of other active ingredients in different products for very specialized reasons, like ingredients that help reduce sensitivity to hot, cold, or sugary foods. One of these, potassium nitrate, directly affects the nerves in the tiny tubules of your teeth. Other desensitizing ingredients actually seal off the tubules at the outside of the teeth. Either way, tooth sensitivity is reduced. Pyrophosphates and zinc citrate help reduce a buildup of hardened plaque called tartar. Once formed, tartar can only be removed by a dentist or a hygienist. Triclosan and stannous fluoride help fight plaque and gingivitis, an early form of gum disease, and can also help reduce bad breath. There are also inactive ingredients common to all toothpaste. Whether it's a paste, gel, or powder, every toothpaste contains a cleaning and polishing agent to gently remove plaque, debris, and surface stains. In your toothpaste, those mild abrasives might be called calcium carbonate, magnesium carbonate, hydrated aluminum oxides, or most commonly, some form of silica. Some toothpastes are called whitening toothpaste because they contain a special silica abrasive that removes the surface stain better than normal toothpaste, but without causing damage to the enamel. Other inactive ingredients common to all toothpaste include detergents that create the foaming action you see. One common detergent is sodium lauryl sulfate. Glycerol, propylene glycol, and sorbitol are all humectants. They keep your toothpaste from drying out in the tube. Flavoring agents such as saccharin or natural oils provide taste. No ADA accepted product contains sugar or any other ingredient that would promote tooth decay. And finally, thickening agents or binders are added to keep the formula all together. Yes, there's many different toothpastes for many different uses. To help sort them out, look for the ADA seal. Because products with the ADA seal say what they do and do what they say. And one more thing, no matter what toothpaste you use, be sure to brush twice a day for a full 2 minutes. This allows enough time to effectively remove the plaque, and it gives the tooth's enamel proper exposure time to the fluoride. If you have any questions, be sure to ask your dentist. For the ADA's Science Inside, I'm Dr. Jane Gillette.